الاسم محمد بن عبد الله مطير. العمل الان طالب في كليه هندسه الحاسب. الله يعطيك العافيه. في اي عام قلت القصيده هذه؟ قبل يمكن 4 سنوات، من ثاني ثانوي تقريبا. من انشدها؟ انشدها نواف القريني وحسن انتفاض. الله يعطيك العافيه. بس صداها كبير، هل توقعت صدى توقعت ان اشوفها يعني صداها على مستوى مدن المملكه؟ بفضل الله ولنا ترى صنع عليك الله ما غيث هما فوق السهول وبالجبال وبالقرى فوق السهول وبالجبال وبالقرى صنع عليك الله في عليائه ما صاح داع للأذان وكبرا يا رب صل على النبي وآله ما فاض نبع بالجداول أو جرى صل عليك الله في عليائه ما صاح داع للأذان وكبرا يا رب صل على النبي وآله ما فاض نبع بالجداول أو جرى يا رب صل على النبي محمد ما شج جرح في سبيلك وانبرى صلوا على المحتار أحمد إنه أزكى الأنام وخير من وطئ الثرى يا رب صل على النبي محمد ما شج جرح في سبيلك وانبرى صلوا على المختار أحمد إنه أزكى الأنام وخير من وطئ الثرى أزكى الأنام وخير من وطئ الثرى صل عليك الله يا خير الورى جعد بحبات الرمال وأكثرى صلى عليك الله ما غيث هما فوق السهول وبالجبال وبالقرى فوق السهول وبالجبال وبالقرى.